سأتناول في هذا الفيديو أيضا موضوع من كالكولس 1 وهو continuity and its consequences. والمطلوب هو to determine the interval or intervals of on which f is continuous. خلينا نشوف حل هذه المسألة. وأرى هذا الفانكشن له مكونين. الأول هو هذا الراديكال، فراح أتعامل مع هذا الراديكال بطريقة منفصلة. إذن كما ترى، كيف نجد الكونتينيوتي أو الدومين لهذا الراديكال؟ الكونتينيوتي أو الدومين طبعا هم the same things بالنسبة للراديكال root functions أو البولينوميالز أو الراشنال أو الإكسبونينشال. رح ندعي بأن 16 minus x squared greater than 0 greater than or equal of course، لأنه عندي البوزيشن لهذا الراديكال في النوميريتر ما بيأثر أنه يكون الراديكانت بوزيتيف أور زيرو. وكما اتفقنا يا أحبة، فإن هذه نون لينير إنيكواليتي، وهي نون لينير بسبب هذا الباور 2. وحتى نحلها واحدة من الميثودز إنه نحولها إلى equation x squared minus 16 minus x squared equals to 0، then عفوا ممكن نستخدم الكالكوليتر mod 5 3 ومندخل عنا minus 1 then عنا 0 اللي هو x coefficient then 16 الأجوبة طبعا 4 و minus 4. إذن x it might be 4 or minus 4. ثم بنيجي بنعمل number line، وعندي الماينس 4 وعندي الفور، وهذا ساين شارت للراديكال، اي انه فقط ل 16 ماينس اكس سكويرد بدون الراديكال. حتى نعرف الساين شارت، يعني هل هي هون بوزيتيف اور نيجاتيف، هل هي هون بوزيتيف اور نيجاتيف، هل هي هون بوزيتيف اور نيجاتيف. طبعا في طرق مختصره، ولكن اعيد قائلا انه ليس مكانها الان. وطبعا راح نختار any real number greater than 4، let's say 5 6 7 as you like as you wish، وليكن مثلا 5. عندي 16 minus 5 to the power of 2 الناتج نيجاتيف كما نرى. اذا عندي هون نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. بطبيعة الحال راح نختار ايضا something between minus 4 and 4، وعندنا كثير choices، وليكن 0 مثلا. شوف نعمل edit على الكالكوليتر حتى نختصر الوقت، والناتج كما ترى معي positive. ثم سنختار لأنني ما اخترت الزيرو، لكن هو سيكون positive 0 is equal to 16 positive. ثم راح نختار something less than minus 4 less than minus 4 let's say minus 5. So راح نعمل هون edit و minus 5 والناتج negative بلا شك. طبعا كما ترى، فإن الكونتينيوتي لهذا الانترفل أو لهذا الدومين لهذا البارت هو between minus 4 and 4 و minus 4 and 4 are included. طيب خلصنا الجزء الأول اللي هو هذا. أما فيما يتعلق في الجزئية الثانية فهي هذا الدينوميريتر. الدينوميريتر عبارة عن بولينوميال كوادراتيك، سميه كما تشاء، لا نريد له أن يكون زيرو. إذن x squared minus 7x cannot be zero لأنه we cannot divide by zero. أيضا يعني x cannot be، بإمكاننا نحل على الكالكوليتر أيضا mod 5 3 same way mod 5 3 then عندي 1 equals عندي minus 7 equals عندي 0 equals then x cannot be 0 or 7 indeed. ف بنيجي هون الآن سنجمع ما حصلنا عليه، يعني من لو سمينا هذه أو هذا part 1 على سبيل المثال، وسمينا هذا part 2 بهذا الشكل. مهمتنا الآن إنه نجد الانترسكشن between part 1 and part 2. وأنا بالنسبة لي طبعا في كمان طرق عديدة إن نجد الانترسكشن بينهم، لكن أنا بشوف أسهل واحد عن طريق إنه نرسم lines. اللاين الأول هذا يمثل الكونتينيوتي لهذا الراديكال، وخليني أسميه
line 1 وهذا line الذي يمثل الكونتينيوتي للجزئية الثانية وخلينا نسمي هذا line 2 والأرقام اللي بدي أسجلهم minus 4, 4, 0 and 7 طبعا لازم نراعي الترتيب وهذا شيء في غاية الأهمية طبعا لو قلنا أنه بالنسبة للline 1 minus 4 lies here وهذا كثير مناسب minus 4 و 4 فلتكون على سبيل المثال هون أما بالنسبة للline الثاني ف 0 0 يعني نكون منطقيين وليس دقيقين يعني الدقة ليست غير معني بالدقة ولكن معنيين في المنطق أنه إذا كانت minus 4 و 4 هون فالزيرو بينهما والسفن طبعا يعني لازم السفن يتجاوز الفور فخلينا نعمله هون this is 7 طبعا سر أنه في عندي هون like عند الماينس 4 0 0 لأنه شوف السكوير روت ديفايند ات ماينس 4 اند 4 بس هذا الدينوميريتر انديفايند ات 0 اند 7 انديفايند السوير يعني وين ما بدنا نضبط بس 0 7 طبعا لا فخلينا نعمل زي هايلايت للكونتينيوتي او للانترفل اوف كونتينيوتي مستخدمين هذا القلم طبعا الكونتينيوتي لاحظ تبدا من minus 4 continuous ما في مشاكل continuous till we reach 4 أما فيما يتعلق باللاين الثاني فهو continuous everywhere but at 07 طبعا no not continuous طيب راح نبحث الآن عن المنطقة المشتركة بين هذول اللاينز بإمكاننا نعمل يعني like هذول الـ vertical dashed lines ممكن يساعدنا نشوف هاي أول منطقة مشتركة في الكونتينيوتي لاحظ من عند الـ minus 4 before 0 and كمان هاي المنطقة طبعا هاي مشتركة كلها خلينا نعملها like rectangle here هذه common ثم نتجاوز الزيرو الزيرو طبعا not included لاحظ هذا هنا أيضا مشترك ب هذا الشكل إذن هذه هي المنطقة المشتركة وهذه أيضا منطقة مشتركة فنجد بأن الكونتينيوتي يبدأ من يعني CTS which means continuous من عند minus 4 وهي closed indeed till 0 then open interval we will exclude 0 0 أبدا غير مرحب فيه ومن بعد الزيرو till 4 closed هذه هي الانترفال اوف كونتينيوتي لهذا الفانكشن واسمحوا لي اني اعرض عليكم المساله التي ستري هذه وهي ايضا تحتوي على بولينوميال على سكوير روت ابقى معنا وتابع كيف يمكن ان نجد الانترفال او الانترفلز اوف كونتينيوتي لهذا الفانكشن يا رعاك الله وشكرا